السلام عليكم. لو انا عايز اوصل لايتنج في وسط السيلينج في اكتر من طريقه. في طريقه ان انا اقول له ان انا هرسم دايمنشن من هنا لهنا لهنا بالشكل دوت، وبعد كده اقول له ايكوال فيبدا يوزعهم بالتساوي، وبرده نفس الفكره من هنا لهنا لهنا تمام، واقول له وزعهم لي بالتساوي فبقى كده في الوسط بالظبط. وبعد كده اقدر اخدها كوبي من اي خانه من اي سيلينج للي جنبيه على طول وهكذا. طيب في حاجة تانية إن أنا أرسم لاين من هنا لهنا، وبعد كده آخد اللايتنج دي كوبي من هنا للنص، أقول له اس ميدل اس ام هيروح حاطها في النص. طيب هل في طريقة كمان؟ في طريقة كمان، ممكن آخد اللايتنج ديت أحطها هنا، وبعد كده أقول له موف بمقدار نص البلاطة ديت يعني 300، وبعد كده موف بمقدار 300 كمان يروح موصل.